محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أبارك لكم ذكرى ولادة أبطال كربلاء، لا سيما صاحب هذه الليلة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الإمام، كل الأئمة يمثلون قدوة لنا، والله سبحانه وتعالى قد جعلهم لنا النموذج الأكمل الذي نقتدي به ونسير على نهجه. الإمام السجاد عليه السلام يمثل حالة من حالات الاقتداء، والتي ينبغي أن نتأمل في سيرته سلام الله عليه وما أثر عنه حتى نسير على نهجه ونقتفي أثره ونتمثل سيرته المباركة في حياتنا. نحن كأفراد وكأمة كمجتمع كجزء من الأمة الإسلامية بأكملها نمر بحالات، نحتاج في حالاتنا إلى من ينير لنا هذا الدرب، ينير لنا هذا الطريق. كفرد الإنسان يمر بحالات مختلفة، حالات تصاعدية، حالات تنازلية، أيضا كأمة، كل الأمة، وأيضا كجزء من هذه الأمة كمجتمع صغير يمر بابتلاءات ومحن، ويمر أيضا بأفراح وغيرها. نحتاج في كل هذه المسيرة إلى أن نقتدي بأئمتنا سلام الله عليهم في سيرتهم في مجال البلاء حتى نصبر ونتحمل، وفي مجال الفرح حتى نشكر الله سبحانه وتعالى ونواجه كل حالة من هذه الحالات بما ينبغي لها. الإمام سلام الله عليه عندما نعيش ذكراه نتأمل في سيرته وما أثر عنه حتى نأخذ من ذلك التأريخ لحاضرنا، للواقع المعاش الذي نعيشه، فنتأمل حياته المباركة ونأخذ منها ما يتناسب مع حالنا ووضعنا المعاش. مصادر الدراسة عن الإمام السجاد عليه السلام، وأيضا مجالات الاقتداء في سيرته المباركة، الإمام تميز ببعض الآثار التي لم تؤثر عن الأئمة الآخرين. منها يعني لو قسمنا حياته أو ما أثر عنه إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول السيرة المباركة من الولادة وحتى الشهادة، كل هذه الفترة مر بها الإمام سلام الله عليه في مجالاته المختلفة، وقد نقل المؤرخون مجالات الاقتداء ومجالات المعايشة في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه. فعندما نقرأ هذه السيرة أو نستمع إلى هذه السيرة نأخذ منها ما يتناسب مع وضعنا كأفراد وأيضا وضعنا كمجتمع أو كأمة. القسم الثاني ما أثر عن الإمام سلام الله عليه، ما نقل عن الإمام، وهي آثار كثيرة ومتعددة، منها خطبه مثل ما أثر عنه في الكوفة والشام والطريق بعد حادثة كربلاء إلى الرجوع إلى المدينة المنورة، بل حتى بعض الحالات الفردية عندما يتكلم ذلك الشيخ الكبير في الشام، أو عندما يتحدث بعض حتى أصحاب الديانات الأخرى، فيبين لهم الإمام سلام الله عليه حقيقة ما وقع في كربلاء. أيضا رسائله، هناك الكثير من الرسائل نقلها المؤرخون، خصوصا ما أثر من رسائل بينه وبين عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان يتحسس من وجود الإمام، وكنا سامعين عن قصيدة الفرزدق في قضية الحج. أيضا ما ينقل إلى عبد الملك طبعا وأخويه الذين ما
من سبق ومن بعد. فحدثت مراسلات بين عبد الملك بن مروان والإمام وأيضا مع بعض العلماء وسواء أصحاب الإمام أو علماء البلاط الذين كان يراسلهم الإمام وينصحهم من خلال هذه الرسائل التي لو وضعت موضع الدراسة لاستفيد منها الكثير من مجالات القدوة. أيضا الأمر الثالث أحاديثه سلام الله عليه وما روي عنه من أحاديث كما هي سيرة أبيه وجده وعمه وأبنائه الطاهرين، الكثير من الروايات التي رويت عن أئمة أهل البيت في مجال العبادات وفي مجال المجال الأخلاقي ومجال السيرة والسلوك. الأمر الرابع الصحيفة السجادية والتي جمعت فيها أدعية الإمام سلام الله عليه، ولعلها أشهر ما أثر عنه. إحنا كعوام طبعا يعني في مجالات الحوزة ومجالات الدراسة الدينية يتعرض إلى حديث الإمام وما روي عنه في مجال العبادات وما يستنبط منه من أحكام شرعية. أما كعوام بالذات علاقتنا بالصلاة والمسجد وغير ذلك، هذه الصحيفة هي من ضمن ما نقرأه ونحمله ونحتفظ به في بيوتنا، ولعلها أشهر ما أثر عن الإمام سلام الله عليه. طبعا الآن الصحيفة السجادية قلد عليها الكثير، يعني في عندنا الصحيفة العلوية، صحيفة المهدوية، الصحيفة الصادقية، لكن سابقا كانت الصحيفة العلوية هي الوحيدة التي جمعها علماء أو أحد علماء الإمامية جمع فيها أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه. أيضا عندنا الأمر الخامس رسالة الحقوق. خلي على راحتي، حلاوة الحفل هذين الأولاد. ما أثر عنه أيضا ما عرف برسالة الحقوق، وهي رسالة مقتضبة ذكر فيها الإمام سلام الله عليه بعض الحقوق المتعلقة بالله، بالنفس، بأعضاء الجسد، بالمعلم، بالأبوين وغير ذلك، وهي تعد من أول الوثائق الإنسانية في مجال حقوق الإنسان، من أول الوثائق الإنسانية في مجال حقوق الإنسان. نحن والإمام شيء جيد، شيء جيد أن نحتفل بذكرى سلام الله عليه ونعرف شيء من سيرته وأحاديثه وآثاره، ولكن الأفضل من ذلك كله التأسي والاقتداء. إحنا كل أئمتنا سلام الله عليهم نحتفل بذكرى الوفاة وذكرى الولادة ونجلس في المآتم والحسينيات والأندية التي تجمعنا في ذكراهم سلام الله عليهم، ولكن الشيء الذي نخرج منه بفائدة هو عندما نخرج من خلال هذه الاحتفالات وهذا الاستماع لذكرهم سلام الله عليهم وروايات أحاديثهم أن نطبق ما نستمع إليه. ولذلك في عقيدتنا لا يكفي الحب للنبي صلى الله عليه وآله أو للأئمة سلام الله عليهم، وإنما نحتاج إلى جانب الحب نحتاج التطبيق العملي لما نسمعه من سيرتهم ورواياتهم وأحاديثهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا يكفي الحب، ولكن ينبغي علينا الاقتداء الذي هو المجال العملي لهذا الحب. كثير ممن يتشدق بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما منقول أئمة لأن البعض يختلف معنا في قضية الأئمة كقيادة للأمة الإسلامية، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتفق عليه المسلمون أجمعون، لكن هو البعض يحمل الحب فقط كتشدق، ولكنه أبعد ما يكون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم نحتاج إلى مجال الاتباع ومجال التطبيق العملي لسيرتهم وما أثر وروي عنهم سلام الله عليهم.
فما نقل عن الإمام سلام الله عليه والذين ذكرناه سواء كان لدراسة حياة الإمام أو لمجال الاقتداء كما بينا هو مجال قدوة وتطبيق عملي لنا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبار. ففي مجال السياسة والجهاد والثورة يكفي أن ندرس حركة الإمام سلام الله عليه فيما بعد كربلاء. الإمام سلام الله عليه من يوم العاشر من المحرم بدأ بتقلد الأمانة، بل كما روي أنه هم بحمل السيف لنصرة أبيه الحسين سلام الله عليه، ثم حمل الجانب الإعلامي في المسيرة الحسينية من كربلاء إلى الشام، أو من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، بل بقي في هذه السيرة إلى آخر حياته. وكنا يعني ما يحتاج، كنا أبناء منبر ومن يجلس تحت المنبر، كلنا قد استمعنا إلى تلك القصص عندما يدخل سوق القصابين ويسألهم عن الشاة أتسقونها كذا، يوجه الناس إلى مسألة قضية كربلاء في مختلف المناسبات ومختلف المواقف، ويستفيد أو يستغل كل مناسبة تصلح أن تذكر الناس بقضية كربلاء وقضية ما حدث على الحسين وأهل بيته سلام الله عليهم، فيقوم بهذا العمل ناهيك عما قام به من دور إعلامي كبير في كشف زيف الأمويين. في المجال العبادي والروحي، وكما بينا الصحيفة السجادية خير مثال في هذا المجال، دستور تربوي كما يعبر عنها زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يعبر عنها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أنها من مفاخر أتباع وشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. أحد علمائنا في النجف أهدى نسخة من الصحيفة السجادية فترة الثلاثينات أو الأربعينات إلى أحد علماء الأزهر، لعله السيد عبد الحسين شرف الدين، وأهدى نسخة من الصحيفة السجادية لأحد علماء الأزهر. هذا أرسل رسالة إلى الإمام شرف الدين أو العالم الذي أرسل إليه، قال: كلما نظرت في هذه الصحيفة وقرأت شيئا منها أتحسر كيف أننا محرومون، كيف أننا محرومون من مثل هذه من آثار آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير منا عندما يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ويقرأ بعض أدعية أهل البيت سلام الله عليهم، كثير منا حدثت له هاي الحالات أن بعض إخوتنا في الدين من خصوصا شمال أفريقيا من بعض الدول البعيدة لحين ما صادتهم لوثة التطرف الوهابي، هؤلاء عندما يستمعون إلى بعض الأدعية التي تتردد على ألسن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم يتساءلون: من أين لكم هذا؟ حتى لا أنسى تعبير هذا الشيخ الأزهري، يقول: كلما نظرت في هذه الصحيفة وجدتها فوق كلام البشر ودون كلام الخالق. كلام مو طبيعي أنه يطلع من بشر كما هو يعني يعتقد في ذلك، يقول هاي فوق كلام البشر ودون يعني دون القرآن الكريم. وفعلا عندما تلتهج ألسنتنا بهذه الأدعية المباركة فإن الآخرين يتحسرون أنهم لم يقترفوا من هذا المعين، فلا نحرم أنفسنا ونحن أبناء هذه المدرسة من هذه التعاليم التي ساقها الإمام سلام الله عليه في هذه الصحيفة المباركة. ثالثا، في مجال معاملة الناس، ما معاملة الناس سواء حكام أو علماء أعداء أو أصدقاء إخوة وغير ذلك، ما أثر عن الإمام سلام الله عليه كما بينا في رسالة الحقوق التي يتحدث فيها حتى عن حق الشيء البسيط، حق عضو من أعضاء الجسد، حق المعلم، حق الأم، حق الأب، حق الله يبدأ بذلك، حق النبي صلى الله عليه وآله، وحقوق متعددة. الإمام سلام الله عليه يتحدث
في تلك الرسالة عن هذه الحقوق والتي تبين لنا طريقة معاملتنا مع الآخرين، بل حتى مع أنفسنا، مع أعضاء جسدنا، وما هي الحقوق المترتبة لهذه الأعضاء علينا. ناهيك عن الحكام والعلماء والأعداء والأصدقاء ومختلف الناس. نصيحة ختامية وأخص بها شبابنا، ونحن على أعتاب العطلة الصيفية. اليوم كثير من أبنائنا انتهوا من الامتحانات النهائية، يمكن بقوا لأحبة في الابتدائي. متى تخلصون؟ في الابتدائي الاثنين. الاثنين لو الاثنين؟ الاثنين ها؟ إن شاء الله. إحنا بنحاول يعني ما عليه، لو تكلمنا يوم شوي خلنا شوي يندمجون يانا. إن شاء الله لما نخلص الامتحانات بابا خلنا نستفيد من عطلتنا، نسوي لنا برنامج ارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم. نبدأ بالإمام السجاد، يمكن بعض قضايا أهل البيت صعبة علينا، لكن مع قضية الإمام السجاد وما أثر عنه بالذات أنا بتكلم عن الصحيفة السجادية. ويسوونها بعض القرى، عندنا بعض مناطق جيرانكم سار عندهم برنامجين جدا يعني ممتازين تربويين، برنامج بر الوالدين، وطلبون أيضا من الأبناء من ضمن البرنامج حفظ دعاء الإمام السجاد لأبويه. في دعاء في الصحيفة السجادية دعاء الإمام السجاد لأبويه، وأيضا في برامج أخرى تعلق بالمناسبة هذه مولد الإمام السجاد، حفظ أحد أدعية مثلا دعاء يحدد وكذا. أنت يا ولدي خلك في البيت، هاي الصحيفة اطلبها من والدك إن مو موجودة في البيت، وأظن أن ما في بيت يخلى منها، هي مفاتيح الجنان، أن بيوتنا مملوءة بهذه الكتب الطيبة الكتب القيمة حقيقة. اطلب من والدك إذا هذه الصحيفة مو موجودة في البيت يوفرها في البيت، اخذ لك بعض الأدعية احفظها قراها، خصوصا الأدعية اللي تتعلق بالجانب الاجتماعي زين، وبالذات قضية العلاقة مع الوالدين، العلاقة مع الوالدين. فإحنا على أعتاب العطلة الصيفية مع وجود هذا الفراغ الكبير الآن، نعم في عندنا بعض البرامج الصيفية من تدريس من غيرها برامج، خصوصا بعد الفترة قصيرة، لكن الحمد لله نحن داخلين فيها في أشهر النور، أشهر العبادة، أشهر الطاعة. رجب انتهينا منه عن قريب، ودخلنا الآن في شهر شعبان، وبقية العطلة بتكون تحوي شهر رمضان بأكمله، عندما نسوي لنا هاي بعض البرامج العبادية. أتكلم يعني يا أبنائنا الأولاد الصغار وأيضا القائمين على النشاطات الصيفية، إذا كان وفرنا بعض الأمور المتعلقة بسيرة الأئمة سلام الله عليهم، من خلال حفظ، من خلال قراءة، من خلال شرح، من خلال غير ذلك، يستفيد منها أبنائنا في العطلة الصيفية وفي هذا الفراغ الكبير، وتنعكس تربويا على سلوكهم، وأيضا تربطنا بهذه الاحتفالات، أن تكون هاي الاحتفالات مو فقط احتفالات حكي وكلام وكذا ونطلع نصفق لنا صفقتين ونستانس بميلاد الإمام ونطلع، لا، خلها تكون برنامج عملي نستفيد منه في حياتنا. شفتون تجربة يعني حزب الله في لبنان، ما خاف نذكر حزب الله بعد حسبونا هذا إيه، ما مشكلة إيه، لأن في ملاحقات لكل شيء. تجربتهم أيام الحرب دعاء الثغور، وشلون كان دعاء الإمام لأهل الثغور، وشلون كان هذا الدعاء لواقع على المجاهدين. إحنا اللي بعيدين كنا عن هذه الأرض المعركة هناك، عندما نقرأ الدعاء وندعو على الأقل كذا، تشوف هذا الدعاء له أثر عظيم على النفس، خصوصا لما يرافق بعض المناظر الجهادية أو الروحية. احنا نقول لأولادنا الآن، أولادنا اللي يعملون في الساحات، احنا نحتاج نسلح بهاي الأدعية، نحتاج إلى تقوية الجانب الروحي والجانب الإيماني. ويقول لهم دائما لا يكون واحد بطل في الميدان وإبليس داخل البيت، ما يناسب يا ولدي، أنت طالع فكرتك أنه شيء مصلح، شيء مثلا الطالب شيء خير شيء حسن، لا يكون أنت سلوكك داخل البيت وفي المدرسة ومع أصدقائك يختلف مع هذا الهدف وهذه الغاية. فلذلك بناء نفسنا، بناء الجانب التربوي عندنا،
بنا روحنا بنا سلوكنا له علاقة كبيرة بهذه المناسبات وما أثر عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. فخلنا يكون عندنا برنامج على الأقل مع الصحيفة السجادية خصوصا احنا في هالفترة هذه أشهر النور وأشهر العبادة، ونعود نفسنا على الارتباط بهذه الآثار التي أثرت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وأنا قاعد أقرأ عن سيرة الإمام، كلكم مر عليكم يعني تشوف احنا المدرسة والإناء اللي ننضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الإمام في وصيته للإمام الباقر لابنه الإمام الباقر إنما قربت منه الوفاة، كلكم سامعينه، احنا كنا متربين تحت هالمنبر هذا. الإمام السجاد عليه السلام يوصي ابنه الباقر على ناقة، عند ناقة الإمام حج عليها 25 حجة، قال له لا تضربها لا تحبسها خلها تأكل خلها كذا، لدرجة يصل الإمام يقول له يعني لا تصل، تعرف اللي عندهم ناقة وعندهم مثلا إحدى الدواب من تصل لسن معين يقوم يذبحها قبل بعد لا تموت تنفق كذا، فيقول له الإمام لا تذبحها يعني لا حتى تخليها معرضة للأكل وإنما تموت موتة طبيعية وادفنها ادفنها. هاي توصية على حيوان، وشوف هذه المدرسة اللي احنا تربينا فيها وطلعنا منها، وشوف المدرسة الأخرى التي نهل منها الآخرون خصوصا هؤلاء الآن اللي نشوفهم على الفضائيات وغيرها، زين ممن يفتخر بذبح إنسان بريء أو طفل ليس له ذنب، مثل ما عبر أحد الإخوة يعني وين الشجاعة وين البسالة، تفرون من رجال الله في القصير وتأتون إلى قرية منعزلة وأطفال ونساء وغير على قولتنا تحط الحرة فيها تقتل هاي الأطفال والشيوخ والنساء، وين الشجاعة والبطولة؟ روح واجه هناك، هذا شنو ذنبه وش سوى؟ فلكن مثل ما يقول الشاعر ملكتم فكان الدم ملكتم فكان ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتموا قتل الأسارى، وطالما كنا عن الأسرى نعفو ونصفحوا. حزب الله أخذ بعض الجنود الجرحى عالجهم في مستشفيات في لبنان وسلمهم إلى الدولة اللبنانية أو لبعض دولهم، جرحى من معركة القصير عالجهم وسلمهم إلى الدولة اللبنانية أو بعض دولهم، وهذا لين مثل ما يقول الشاعر وحللتموا قتل الأسارة، هذا مو بس الأسارة حتى الأبرياء، وحللتموا قتل الأسارة وطالما كنا عن الأسرى نعفو ونصفح، يكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ففخرنا بهذه المدرسة يحتم علينا أن نغترف منها وننهل منها ونعيش في معينها، وألا يكون ارتباطنا بأهل البيت سلام الله عليهم لقلقة لسان فقط، وإنما ارتباط عملي وتطبيق عملي من خلال الاستماع إلى سيرتهم المباركة وتطبيق هذه السيرة في حياتنا العملية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكريم للشيخ إن شاء الله. هناك أيضا تكريم إلى العضو سيد حسين السيد تقي، تفضلوا شيخنا نائب رئيس الماتم في الدورة الماضية.